أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي يأتي ذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي وذلك القرار استكمالا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي من جانبها أكدت لجنة العفو الرئاسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بالعفو عن زياد العليمي فأوفى كعادته وتوجهت لجنه العفو الرئاسي بالشكر لسياده الرئيس معربين عن انتظارهم الكثير من قرارات العفو الرئاسي للاثبات للجميع ان مصر وطن يتسع للجميع